المشاهدين اهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامج نبض الاتحاد. قصر نجاح انطلقت في الامارات منذ عام 2000. السيد زياد فهد ابو احمد اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك واهلا وسهلا. استاذ زياد نتعرف على حضرتك في البدايه. زياد فهد ابو احمد سوري من محافظه السويداء وقريتي بفتخر فيها اسمها بكه. ما شاء الله. هلا فيك. استاذ زياد انطلقنا في الامارات منذ عام 2000. نعم. احنا قبل ما نبلش في الانطلاقه بدنا نسال استاذ زياد ليش اخترنا الامارات؟ الامارات بلد تحقيق الطموح والانجازات. طبعا احنا قبل ما نجي على البلد هون سمعانين بالبلد والبلد نموها بشكل مستمر. صحيح. فاي انسان طموح. نعم. استاذ زياد عام 2000 بلشنا حياتنا كحياه اي شخص اجى اول مره على الامارات. نعم. كموظف. نعم. وحضرتك قبل اللقاء حكيت انا كنت موظف عادي. أكيد. من شدة التواضع اللي احنا فيه من الألفين للألفين واثنين لحتى أول ستيب تطورنا فيها. قبل ما نحكي عن التطور بدنا نعرف شو صار في مرحلة ما بين 2000 و2002. بين 2000 و2002 كنت موظف عادي. أنا قلت لك جيت على البلد لهوني اشتغلت ب700 درهم. يعني هوني 700 كانوا بهذاك الوقت 700 كانوا كافيين تسكن وتاكل وتشرب فيهم. طبعا أكل وشرب متواضع يعني وسكن متواضع كذا وتحملنا. أستاذي بال2002 أو مع نهاية 2002 إلى 2004 تطورنا شوي بالبزنس الحمد لله وتطورنا كرتبة خلينا نقول في العمل وطلعنا لمجال السيلز حصلنا بالضبط. أنا اشتغلت بروكر مجال عقارات فترة سنتين ثلاثة. نعم. وبعدين اشتغلت كمان البروكر في 2007 2008 تقريبا. نعم. ايه بعدين فتحنا شركة ديكور. أستاذي 2002 تطورنا او تعلينا رتبه خلينا نقول بالعمل خلينا نجمي. بدنا هاي الرتبه ايش كانت لل 2004 خلينا انت حضرتك. هلا بديت بروكر انا بمجال السيلز. نعم. لمده سنتين ما شاء الله. 2004 صرنا نشتغل في حضرتك بروكر حكيت لي من 2004 ل 2008 لحد ما حطينا حجر الاساس في البزنس الان. بالضبط. حجر اساس وضعناه على اي اسس؟ هلا كنت بروكر انا بمجال العقارات ظليت بالمجال ل 2008. صحيح. ولما فتحنا شركه الديكور اللي هي شركه إليجانسيا. إليجانسيا. نعم. إليجانسيا. شركه إليجانسيا ديكوريشن اند انتيريال ديزاين تخبطنا. بالضبط. انه هاي الشركه انفتحت بسبب تكويني لعلاقات جيده مع ناس وصار لي اسم بالسوق قبل ما انا افتح البزنس. صحيح. هو مجال العقارات يعني بيكون لك علاقات كثير كبيره علاقات. نعم. يعني مستويات معينه. ف بوجودي مجال عقارات انا اخذت الفكره اني اعمل شركه الديكور والصيانه العامله الموجوده عندي حاليا. نعم. والحمد لله اخذنا اسم وهي اسم هلا معروف بدوله الامارات دبي حصرا كمان. ما شاء الله. استاذي وحسب ما حكيت لنا انه السلم التدريجي تبع الشركه او شركه الديكور تحديدا انه بلشت من موظفين اثنين وانتهى فيها المطاف حاليا ل 26 موظف. مزبوط مزبوط. بدينا نحن بكل تواضع يعني مثل اي شركه بدينا طبعا بتاسيس الشركه بدينا موظف اثنين ثلاثه وهذا والى وصلنا ل 26 موظف. استاذي بالنسبه لل 2017 فتنا بال 2017 وبلشنا نفكر في التوسع. ايوه. قبل ما نتوسع احنا بدنا نسالك ما قبل 2017 بدنا نسالك ايش اهم المشاريع اللي عملتها شركتنا او بايش تخصصت اكثر شيء وكانوا في عليها اقبال بالنسبه للانتيريور ديزاين. شركتنا طبعا بتنفذ كل المشاريع التصميم الداخلي بس الشغله اللي كنا مهتمين فيها وانشهرنا فيها اللي هي الصالونات النسائية أكثر شيء. نحن يعني. نعم. بدك تقول 50% من الصالونات النسائية بإمارة دبي نحن بنفتنها. نعم. أهم صالونات نسائية في إمارة دبي نحن بنفتنها. ممكن نعرف أسماء أحد أهم الصالونات اللي احنا عملناه؟ في هير دريم صالون بالروتانا تاورز، في عنا الإنفوك صالون، في عنا هير دريم صالون، صفت هير صالون. نعم. طبعا أسماء كثيرة ما بتذكرها كلها ما تجي على الذاكرة هلا كلها. استاذ احنا ما نحكي عن الديزاين ونحكي عن التصميم ونحكي عن الديكور، هل احنا شركتنا عندها القدره انها ترضي جميع الادوار؟ اكيد اكيد. نحن طبعا قلت لك نحن مختصين وعندنا مصممين كفء بهالشغله وعندنا طبعا معتمدين من هيئات حكوميه كلها. نحن دبي تراخيص ديكم ما شاء الله دفاع المدني
ونحن شركتنا من ضمن 9 شركات معتمدة عند دائرة الصحة والسلامة. موضوع السموكينج اريا والشيشة ممكن نعرف عن الشهادات اللي حصل عليها الشركة؟ ماخذين شهادة من دائرة التربية الاقتصادية، نحن ماخذين شهادة من غرفة التجارة والصناعة دبي. بس إلى المزيد إن شاء الله. الله يسلمك. أستاذي 2017 مقهى غوار. أيوة الأهم هذا. مقهى غوار الاسم اللي إحنا بنشوفه بنبتسم مجرد ما إحنا نتذكر ماضينا الحلو، نتذكر صح النوم، نتذكر أعمال السيد دريد لحار. خلينا نقول إحنا على منذكر السيد دريد لحار، منذكر السيد أبو عنتر نهاية قلعي، منذكر نحن وعينا على هالاسم كيف هالشيء موجود فينا من يعني الشيء هذا. شو بدي أقول لك، من شخصيتنا، من شخصيتنا لما وعينا نحن نشوف صحيح. غوار، ضحكة غوار، فهو بالنسبة لنا مثل الرمز السوري يعني، عارف كيف. لما اخترت الاسم ما اخترته عن عبث أنا يعني، هو غوار، هو لمي لكل السوريين، لمي للعرب. يعني هو رمز للضحكة اللي كنا عايشينها، النقاء اللي كنا عايشينه، المودة، المحبة، العلاقات الصح بين الناس. ما كان في العلاقات الموجودة هلق السيئة شوي يعني ما نقول عنها يعني. فالحمد لله كان الاسم يعني اختيار صح، ولم الناس بفترة قريبة كتير وقليل كتير. أستاذي حضرتك خبرتنا عن حارة غوار، إنه حتى الانتيريا ديزاين هو ساهمته شركتنا اللي عملته، والديزاين اللي عملناه على ديزاين شعبي، والهدف منه إنه إحنا نضل ريحة وطننا أو ريحة ماضينا موجود فينا. إحنا بدنا نسأل عن حارة غوار، إيش بتميز غير هذا الشيء؟ هلا حارة غوار هي حارة للسوريين وللبلاد الشام وللعرب. صحيح. حارة غوار ما بتتميز بشيء يعني كتير بيبعد عن المقاهي الثانية، بس إنه الروح الموجودة فيها بتختلف عن أي مكان تاني. فيها روح يعني مثل بتقول يعني شغلي من رب العالمين جاية، ما أنا جبتها ولا حدا جابها. لما انفتح الباب انفتح الخير، وانفتحت يعني الناس، صار تجي الناس اللي تجي لعند الناس بشكل تلقائي وعفوي. صحيح. أستاذي حارة غوار اللي تأسس من بداية 2017، هلا إحنا صرنا ماشيين حوالي 8 أو 7 أشهر على تأسيس هذا الحارة، والدافع أو أنت شفت الإقبال موجود كتير لدرجة حكيت لي أنا عم بفتح 2 برانشز أو فرعين تانيين في الوقت الحالي، وعم بطور في اسم حارة غوار على مستوى دبي أو على مستوى الإمارات. خلينا نقول حارة غوار راح تكون إن شاء الله اسم يعني من الأوائل، ما راح أني أقول نافس حدا هلا أنا، بس راح تكون الاسم هذا من أوائل أسماء بدولة الإمارات وبالعالم العربي إن شاء الله يعني. إن شاء الله. يعني بالاسم الحلو، أنا حابب الاسم ما بعرف، بس تقتنع بشغلي أنت وتحبها فتشتغل عليها. صح. صحيح. الاسم بحبه، والمصلحة أنا هاي يعني المصالح هاي والشغل هذا هو شغل علاقات. نعم. وأنا بحب العلاقات، بحب الناس، بحب الجماعات، بحب العلاقات يعني اللمات الاجتماعية. أستاذ زياد، بحكم إنه إحنا وجودنا في دبي، بحكم إنه دبي دائما في الهاي ريكوردز، والريكوردز اللي في دبي الجديد اللي هو 201 جنسية مختلفة، وإحنا عارفين إنه الإمارات أو دبي تحديدا مناطق مقسمة، وكل منطقة بتكتر فيها إحدى الجنسيات أو تقل فيها إحدى الجنسيات. إحنا اختيارنا للميديا سيتي وللمارينا، هاي منطقة تكتظ بالسياح أكثر من العرق. مزبوط. هل حارة غوار عندها القدرة إنها هي تجذب هاي الزباين؟ بكل تأكيد، لأنه حارة غوار هذا اسم شعبي يعني عربي موجود بمحيط عالمي، تعتبر يعني 21 او 201 جنسية موجودين هناك. راح اشوفه غوار، راح اشوف الشام، راح اشوف بلاد الشام بغوار، راح يجوا لعندي. نعم. هلا انا اقبال عليهم من اول فرع احنا فتحناه، ام هو مغامرة احنا بنعملها في لا ما انا مغامرة ابدا، بالعكس انا هون المكان اللي قلت لك هون شعبي. نعم. وراح يعني فرعنا بالميديا سيتي وبالمارينا، بالعكس ما انا مغامرة، مدروس تماما ان شاء الله، وانا عندي ثقة تماما ومتأكد انه راح يكون في نجاح مثل هون واحسن كمان ان شاء الله. لو بدنا نسال استاذ زياد عن حارة غوار، كمان حارة غوار ايش فيها سبيشال اوفرز اللي عندنا؟ هلا حارة غوار قلت لك نحن اسعارنا عاديه، قلت لك نحن مكان بتقول بقلب دبي. صحيح. ضمن يعني نحن لا اجارنا رخيص مثلا ولا امكانيات رخيصه، بس نحن ماشيين بالشعبي يعني. صحيح. اسعارنا متواضعه، هذا الميزه. نحن بنعمل اوفرات، مثلا بنعمل اوفرات للصبايا مثلا طوال الأسبوع من الساعة 8 للساعة 8 المساء، كله فري، مع شيشة فري، ويوم الأحد والتنين كمان عندنا كل نهار للصبايا فري. يعني موضوعنا ما نو مادي، نحن موضوع ربحي، موضوع أنه لمي أكثر ما هو ربحي وتجارة.
وحارة غوار كم ساعة تخدم كاستمر؟ نحن بنشتغل من الساعة 8 الصبح للساعة 2 بالليل. طبعا بدنا ان شاء الله نشتغل على موضوع ال 24 ساعة بالمستقبل، نوعد انه نشتغل على ال 24 ساعة. استاذ احنا عارفين بالنسبة لكافيه، الكافيه هلا احنا لما بدنا نختار اختيارنا سواء للفواكه سواء للعصير سواء لجميع شيء، هل بنختارهم من سبونسر معين او من سورس معين او من ديلر معين، ام احنا بنضلنا دائما نبحث وندور؟ نحن ندور على الاحسن طبعا. هلا نحن بنشتغل على في عندنا نحن موظفين مختصين بالموضوع هذا، فبشكل يومي او يوم اي ولا مثلا حسب الحاجه بنبعثه نحن على مكان معين، سبلاير معين بيجيبوا الكميه وال بالنسبه للخضار والفواكه طبعا كلها طازجه وكلها يعني نخب ممتاز. استاذ زياد احنا لما سالنا احنا بنسال دائما على حسب مقوله الشيخ محمد بن راشد لما حكى احنا او احنا بنحب الرقم واحد، فاحنا لما سالنا عن رقم واحد عند مجموعه زياد او استاذ زياد ابو احمد سواء عن شركه ديكور او حاره غوار، فكانت الاجابه كلمه واحده اللي هي المصداقيه. المصداقيه بالضبط. نحن الله يطول بعمر الشيخ محمد قدوتنا وكلامه على طول بيضلوا ببالنا وبنفتخر نحن الموجودين بدوله الامارات العربيه المتحده. فنحن بنشتغل على ان نكون في الرقم واحد، طبعا ان شاء الله نكون بالرقم واحد في منافسه، والمنافسه هاي اللي بتجيب التطور والتحسن لاي شغل لاي شغل. فان شاء الله بنكون من المميزين ان شاء الله. استاذ حارث غوار احنا لما سالناك قلنا لك انت عايش بتعتمد على جلب الزبائن، فكانت الاجابه او كانت الاجابه كثير منطقيه وكثير حلوه، اجابه حكى يعني استنتجناها، انت ما اعطيتنا نسبه، النسبه انا استنتجتها، النسبه كانت انه 70% وورد اوف ماوث و30% هي ادفرتايزمنت سوشيال ميديا. كيف قدرنا نقنع هاي الناس او كيف قدرنا نعمل هاي العلاقات القويه على المستوى؟ هلا شوف السوشيال ميديا 30% انا مبالغ بالرقم، يمكن كثير على السوشيال ميديا 30%. هلا شوف المصداقيه والتعامل، وقلت لك لكل شخص بالحياه في كاريزما معينه يعني انا بقابلك ممكن انا الكاريزما تبعك ما تعجبني، طريقه حكي كلامك طريقه تعاملك عرفت كيف؟ فوجود الانسان ومصداقيته والكاريزما الاستقبال الصح، ما نحن شعب يعني بنحب الاستقبال بنحب المزبوط مثل ما قلنا بيقولوا عنا بالعاميه لقيني ولا طعميني مش هيك؟ صحيح. وشغله ثانيه كمان بالنسبه للشغل تبعنا ما له غرض مالي، قلت لك بدك انت تطعمي التسعه لتاكل العشره، يعني بدك تكون كريم بالمصلحه هاي، الكرم الملقى الحلو، قلت لك الكاريزما الشخصيه نفسها بدها تكون لها دور كبير. احنا لاحظنا من اول ما فتنا الكافيه هون الكل مبتسم، الكل مبتسم الحمد لله، الناس اللي قاعده مبتسمه موجوده قاعدين، يعني احنا شفنا احنا عندنا صالتين موجودين، الصاله اللي تحت ناس والناس اللي فوق عم نمشي بينهم كلها بنطلع كلها مبتسمه مبسوطه مرتاحه زي كان الواحد قاعد. خلص بنسميه غوار والابتسامه. استاذي التوفيق دائما من رب العالمين. الله يسلمك حبيبي. وبعد رب العالمين الموكان او التربه خلينا نحكي او الارض، والامارات يعني ما اظنيش انه في بلد افضل منها انه نفتح فيها بزنس ونتوفق فيها كدوله. بس بدنا نسال الاستاذ زياد بمين او مين بتحس انه السبورت لك دائما بعد رب العالمين والجد؟ هلا ليك رب العالمين طبعا الاهل انه فضل علينا بتربيتنا بصغرنا، بس بالنسبه لقصه النجاح والتاسيس اسست لحالي وبنيت حالي وضحيت وتعبت، فانا ما حدا دعمني ما شاء الله. ان شاء الله ضلك بهاي الهمه والعزيمه. الله يسلمك خلي لي اشكرك. استاذي الامارات دوله حلم لكل شاب خارج الدوله، حلم لكل فتاه لكل امراه لكل رجل سواء باحث عن عمل او رجل اعمال بده يفتح بزنس رح يجي هون على البلد، شو بنحكي لهم هذول الجميع؟ اللي انت عارف بلد حلوة بلد طموحات، بس اللي بده يجي ما بيجي كستان لهون، بيجي بهم عالي بده يصبر ويشتغل ويجتهد. انا بشجع اي حدا يجي على الامارات، طبعا مش انه هون الامارات ما بدها حدا بتقول له عندنا طفيليات، يعني بدك تجي يكون عندك همه للشغل وتبني حالك وتكون صح وما تستنى حظك وتترك دور حظك انت. يعني استاذي قبل البرنامج الايدك عم تكتب بخط ايدك عم تكتب كلمه لهدول الناس بدنا نسمعها على الكاميرا. في دبي انت بتنام وتصحى على فرص، فقط انت تحتاج للتصميم والاراده. هاي بلد طموح، بلد طموح وتحقيق الطموح كمان. انت كل ما تحتاجه يحتاجه الانسان في هذا البلد المعطاء متوفر.
كل شيء بدك اياه موجود. من يريد النجاح عليه السعي وان لا يندب حظه وان لا ينتظر حظه. انت ما تستنى حظك ليجي عندك الكود انت وجيب رزقك وتعب واكيد بدك تنجح. فالزمن لا ينتظر الكسولين. صحيح، يعني كلمه وحافز بهذا الشيء. طبعا استاذي، الامارات دوله امن وامان، الامارات دوله خير وزايد الخير. نعم. الشيخ زايد الله يرحمه اللي حط بذره زراعه وابناء زايد عم بنشعر بقوانين، وفروا لنا هذا الامن، وفروا لنا هذا الامان. بدنا نحكي، بدناش نحكي باسم الاستاذ زياد، بدنا نحكي باسم خالد غوار. ايش بتحكي لدوله الامارات؟ دولة الإمارات لها فضل علينا بنجاحنا، ونحن خيرنا كله من الدولة. من هون نحن بنينا بيوتنا من هالبلد، وعم نعلم بأولادنا هون، وعايشين معيشة كريمة، وخير البلد فوق راسنا. فطبعا نحن بنشكر الإمارات قيادة وشعبا بدعمهم، وطبعا نحن نشعر بالبلد هون، نحن أهل البلد يعني، همنا همهم، وبنفتخر بالناس الموجودة، ناس طيبة. بنفتخر بشيوخنا، طبعا شيوخنا يعني تاج راسنا بتقولوها، قدوتنا بالنجاح. يعني مين ما بيشوف مثلا انجازات الشيخ محمد وما بينجح، يعني بيكون هذا انسان فاشل اكيد. يعني انت بدك تنجح، طلع بس على الشيخ محمد بن راشد وانطلق. صحيح. استاذ زياد ابو احمد، طموحك وعزيمتك اللي موجوده فيها ما سألناك، وبدنا نسألك. إحنا لما سألتك أنا قبل اللقاء وين بتشوف حالك كمان 5 سنوات، قلت لي أنا هلأ عندي سنة أهم بس أخلص. بالضبط. منشوف، وهذا هو الطموح الصحيح، إنه أنا هلأ الستيب بعدين ما بعرف وين ممكن أطلع. وإن شاء الله ضلك في هاي الهمة والعزيمة اللي الله يخليك. شكرا. أسرة برنامج نبض الاتحاد بتتشرف بوجودها مع رجل أعمال مناضل مثابر مثل حضرتك. الله يخليك. أهلا وسهلا فيك عزيز علي. خليني إياك. شكرا.